لما المتعة تخرج من عمق الألم، والنور يخرج من عمق الظلام، والخير يخرج من عمق الشر، والعدل يخرج من عمق الظلم، والرحمة تأتي من عمق الضعف. من أجل الآتي، من أجل الآتي، اليوم للكل يد في التغيير. نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير وصغير. مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا لا لا، لن يخلو من عثرات بشر، تلك طبيعتنا. أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت.